بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين، فقرة قضايا المجتمع المصري. النهاردة بنتكلم عن مراحل تطور الموسيقى، ومعايا ومعاكم النهاردة حلقة خاصة جدا مع الدكتور أحمد حجازي، رئيس مجلس إدارة أكاديمي للفنون. أهلا وسهلا بحضرتك يا حجازي فندم. اكاديمي، حجازي اكاديمي، حجازي أكاديمي، أهلا أهلا وسهلا وسهلا. الله بحضرتك يخليك، يا فندم، الله نورت يخليك، الدنيا كلها أهلا بيكي وشرفتنا. وكل السادة المشاهدين وكل ما أمام الكاميرا وراء الكاميرا. يعني أهلا وسهلا أهلا بيكي يا بحضرتك. فندم. عاوزين حضرتك في البداية نتكلم عن علاقة الحب بين حضرتك والموسيقى، بدأت إزاي؟ ده علاقة قديمة قوي أيوه بسببها لحد الآن ما اتجوزتش. عايزين والله يمكن الناس بتستغرب ان انا يمكن نعرف ليه بقى. لحد الآن ما اتجوزتش. ده كان احد الاسباب. يعني انا علاقتي بالموسيقى من الصغر لشغفك بالموسيقى وحبك جدا. للموسيقى فخدتك بقى انك لا، موسيقى حاجة تتجوز ولا تانية عشان ايه؟ اكون صادق. الموسيقى ايوه وامي، ايوه لان انا بحب امي قوي. ربنا انا ابن امي، يخليها لك. واتشرف ان انا اكون ابن امي. طيب ازاي بقى خليتك ما تتجوزش؟ ليه بقى؟ ايه العلاقة؟ العلاقة وثيقة جدا ومرتبطة جدا. إن الفنان لازم يعيش في حالة وجدان وحالة حب على طول. تمام. ف انشغال يعني نقول لا مثلا حالة وجدان أو حالة معايشة لايفنج للحب نفسه. تمام. يعني أنا بحب كل الأشياء، بحب ربنا، بحب سيدنا ونعم رسول بالله الله، بحب أمي، بحب إخواتي، بحب أهلي، بحب أصحابي قوي، تمام. بحب العود. ببقى نايم حاطط إيدي على العود، تيجي أمي تشيل إيدي ومن على العود. امي بالمناسبه امي متوفيه وقريب مش من بعيد يعني. الله فكانت رحمة الله الله. يرحمها تيجي تشيل ايدي كده وتاخد العود عشان تشيل. بنام حاضن العود بجد يعني. فكان زمان ما فيش عود، كنت اجي عند البوفيه والكنبه والحاجات دي والدولاب، ايوه واقوم رابط فيه بتاعه سمك، صيد سمك، وشددها او استك، وافضل المهم طول تعمل النهار صوت تن نغم. تن 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 طول النهار. تقول لي خليك تن تن. تأدي الهواية بتاعتك وخلاص تشبع رغبتك. دي من بداياتي يعني. تمام. لا واضح، بسم الله ما شاء الله. طيب ايه المراحل اللي وصلت لها النهارده الموسيقى؟ لا اللي مرت النهارده عليها لغاية النهارده؟ لا ايه هي كم مرحلة؟ طبعا احنا محتاجين يعني عدد كبير من الساعات ومن البرامج عشان نتكلم في الموضوع. تمام. الموضوع كبير جدا، تمام. ولكن انا هختصر وبإيجاز. عايز اقول ان الموسيقى دلوقتي قبل الكورونا كانت ايوه. حاجة، لسه هقول لحضرتك. والموسيقى بعد كورونا بقت حاجة مختلفة تماما وهتبقى حاجة مختلفة. تمام. بس ايه بقى للأحسن، الجديد؟ ايه للأحسن. الجديد؟ الجديد حضرات السادة العاملين كورونا. بالوسط الفني، تمام. انهم خدوا بالهم وكل حتى الناس اللي غير اللي عاملين بالحقل الفني والموسيقى، ان شافوا ان اوروبا بقت تشغل الأذان. ايوه. ألمانيا بقت تشغل الأذان، إيطاليا بقت تشغل الأذان، كان في بعض البلاد ممنوع، دلوقتي بقى يشغلوا الأذان وبقى يستحسنوا الإنشاد والآيات القرآنية والروحانية والقرآن. بقى كل ده فيه عبق الماضي، بقى سحر الحاضر. تمام. يعني بقى تمام. من سحر الحاضر دلوقتي إن يشغل الأذان. فدي ودت الموسيقى في حتة تانية. طيب يعني نقدر نقول، طيب إيه علاقة النهاردة المهرجان واللي بيحصل في مهرجان؟ كنا بنتكلم في الحلقة السابقة. نعم. ومعانا هاوي وموهبة كانت في البرامج. النهاردة عايزين نعرف، هل النهاردة بعد الكورونا ما علاقة الموسيقى والمهرجان وبعد الكورونا حاليا اللي وصلت له؟ هو هل طغى المهرجان على الوضع الحالي؟ سؤالك جميل قوي. أصبح سؤالك حلو قوي، بس احنا فعلا محتاج حلقات عشان ارد. الحلقة يعني انا يعني حتى السابقة. الكتب اللي انا كاتب فيها او كتبي المنتشره في الاسواق، تمام، مش هتكفي ان انا ارد ولكن هحاول ارد بايجاز وشديد. تمام. هقول ان لا يصح الا الصحيح. المهرجان ده في ستوك رايجه والهيب هوب والحاجات دي بره بياخدوها الناس، زي ما قال الاستاذ حلمي بكر زمان، انها فعلا بتوع طائفه المخدرات وطائفه اللي هم الخارجين عن القانون ونوع من انواع الارهاب. هو قال خلي بالكم من الارهاب. الارهاب الجديد. يقصد اللي هو المهرجان. المهرجان. نعم. الاستاذ حلمي بكر وهو استاذ طبعا واستاذي اكيد طبعا قال الكلام ده، ولكن ضرب بكلامه عرض الحائط. لم يؤخذ ولم يؤخذ بكلامه. تمام. بس النهارده بعد الكورونا هيؤخذ بكلامه. لا يصح للصحيح. ربنا ما بيضربش بعصا.
واستحالة زي ما أوروبا بقت تشغل الأذان، دلوقتي الإنشاد والمدح في الجلالة الإلهية هيعيدوا الغناء إلى كما غنت سيدة الغناء العربي أم كلثوم وكانت بتمدح وتقرأ قرآن في الأول، هيعيد كل الأديان هتشوف الكلام ده. هو كانوا بيقولوا، هو المبرر بتاعهم حضرتك أن النهاردة فيه يعني اتمنعت، طبعا احنا عارفين أغنية المهرجان والغنى بالمهرجان نهائي ممنوع حاليا طبعا. ده بس ده مؤخرا ده مؤخرا يعني. ما أنا بقول لحضرتك حاليا. طيب هم متجهين لليوتيوب والمواقع التواصل، هل ده سؤال او مبرر ليهم ان هم يستمروا في اغنيه المهرجان خالص؟ اصل زي يعني النهارده كان معانا زياد والاستاذ وائل، ما انا بقول لك اذا النهارده دخلوا زي ما هو قال، ودي ارقام مبالغ فيها 500,000 واللي مش عارف الارقام المبالغ دي، بيقولوا ارقام مشاهدات عاليه جدا. لا خالص طبعاً. حضرتك الارقام دي مبالغ فيها تماما. وبعدين اذا النهارده اتفرجوا عليه 500,000، تاكدي ان بكره مش هيتفرجوا عليه 1000، وهيتقل العدد تدريجيا، لان العمله الجيده بتطرد العمله الرديئه ولا يحق الا الحق. اكيد. واللي ملوش اصول على الساحه هو طبعا النجم الموهوب، هو اللي بيفرض فنه. يا استاذه صفاء، عايز اقول جمله مهمه جدا جدا. اتفضل. اللي ملوش ماضي ملوش حاضر. تمام. واللي ملوش قديم ملوش جديد. بالظبط. كمان اللي ملوش جذور ملوش فروع. أكيد. لو شفنا أستاذ عبد الحليم بدأ إزاي، لو شفنا سيدة الغناء العربي بدأت إزاي، لو شفنا العمالقة اللي بنستقي منهم إلى وقتنا هذا، فننا الجميل وتاريخنا الجميل وأساس المشرف. تعالي حضرتك شوفي مصر مثلا سنة 1920 أخذ أجمل مدينة على مستوى العالم. طب تعالي نشوف بقى مثلا حفلة وحفلات أم كلثوم، شوفي حضرتك قد إيه الستات الرقه والجمال، ولابسين الدايمون ولابسين شوبونيز ولابسين، وشوف الرجاله حضرتك السموكينات ازاي، شوف الاخلاقيات، علموا العالم. أكيد. بجد هم يعني علموا المصريين، علموا العالم. أكيد. المصريين امتداد جيل العمالقه وليس للمهرجانات الحاليين، المهرجانات لا يعبروا عن هذا يعني المصريين. يعني نقدر نقول حضرتك ان المهرجان ده فترة خلاص وهتنتهي؟ انتهت او شبه يعني انتهت، او الموجود بتصافي يعني. انما مش اتجاهات دولة بس. تمام. ده اتجاهات امة. تمام. يعني اتجاهات امة كاملة، امة مش عايز اقول مصر بس او العالم العربي ولا العالم الغربي. تمام. لان امة كاملة الان تتجه العودة الى الله. العودة إلى الصفاء، العودة إلى النقاء، العودة القيمة. أكيد. بعض مطربي المهرجانات حضرتك نقول أساءوا لأغنية المهرجان ولا الأغنية عامة بالزي بتاعهم، باللي بيقولوه من ألفاظ مثلا خارجة أو كلمات غير لائقة بالأغاني أساسا، وده عارفين حضرتك إن هو ده سبب المنع الرئيسي. هل فعلا أساءوا للطرب الأصيل بالصفات بتاعتهم دي، باللبس مثلا المقطع اللي هو متجاوز اصلا الغير لائق، بالالفاظ، بالنغم نفسه، الصوت العالي، الريتم حضرتك بتاع المهرجان، يعني بيكون اغنيه المهرجان طبعا معروفه كلنا عارفينها. نعم. الصوت العالي والضجيج والريتم السريع وحاجات كده، يعني ده فيه هل اساءه للاغنيه الاصيله؟ سؤال، بتسالي اسئله عميقه جدا. والسؤال يتجذر لمليون سؤال، واسئلتك فيها نوع من، انا كنت لسه عامل حلقتين امبارح للقناه الاولى، وكان نفسي برضو يسالوني الاسئله دي اللي هي الاسئله الجميله اللي هي بتتعمق في وجدان الشعب. أكيد. العربي والخاصه المصري، المشاهد النهارده على وعي ودرايه. نعم. كبيره طبعا. نعم. وفاهم كل حاجه يعني. نعم. وبيعرض كل حاجه قدامه ويشوف. لا. فقادر انه يحكم. لا انا بضيف النهارده بالعقول الراقيه النهارده يعني. نعم. مش نعم. انا بضيف النهارده لرئاسه مجلس الوزراء ومجلس الامه، بضيف لهم، عايز اقول لهم ان هذا النوع من الغناء يؤدي الى ديبريشن. أيوة. اي حاله اكتئاب، وانا بقول لهم انا دكتور وعامل ابحاث في ده. ايوه. يؤدي الى حاله ديبريشن، نوع من انواع الاكتئاب. تمام. ونقدر نقول انه يؤدي للتوتر دي يعني، بقى ياثر على سلوكيات الطفل اللي ماسك سنجه واللي ماسك سافوريا واللي ماسك سكينه، وممكن بيحصل زي احنا بنشوف حد بيقتل حد. بنشوفنا وشوفنا في المجالات بتاعه شبين الكوم والناس اللي مش عارف مين وضرب مين بالسكينه، كل ده نتيجه
بيسموه الهيب هوب والمهرجانات في حاجه رئيسيه طبعا دي بتوتر بتشتغل هنا على غده اسمها الغده النخويه بتوتر بتوصل مسارات طاقه متوتره فتعمل وعلى اللونج راني على المسافه البعيده تعمل زي شل الرعاش على المسافه البعيده أيوة. كمان بتعمل الموسيقى المهرجانات يعني موسيقى المهرجانات صحيح. تحتها بقى 100 خط بتعمل استومك ترابل أيوة. يعني تعصب في الهضم هتلاقي بالظبط بالظبط 85% من اللي بيسمعوا موسيقى المهرجانات عندهم عسر هضم وتعب في القولون. ده حضرتك اللي قلته في الكواليس ده اللي قلت في الكواليس نعم. ان هي بتجلب الامراض نعم المهرجان بتساعد كمان المهرجان. على مرض كورونا الحالي المنتشر دي بتساعد على وجوده وده ويعملوا ابحاث ويشوفوا انا موجود اهو ونتناقش في الموضوع فالدوله بتهاجم ده مش عشان هجوم ليه انها بتهاجم ده عشان بتتحفظ على قيمها ومبادئها ودي اتجاهات دوله حاليا بس للاسف جت متاخره جدا بس الحمد لله انها جت اتجاهات دوله للرقي والنهوض بمصر التي تزعمت العالم سنه 1920 تتزعم العالم حاليا برئيسها الجميل الرئيس عبد الفتاح السيسي تمام. اللي بيناقش كل ما هو صغيره وكبيره طبعا. حتى في هذا الفن بيدعو الى الرقي حضرتك طبعا. والى عدم اي كلمات ولا اي حاجات غير لائقه طبعا رئيسنا ده. الغالي عبد الفتاح السيسي يسمع ايوه بالظبط ومستمع جيد متابع. جدا متابع. جدا وشفتي حضرتك أيوة. البنت في الاخيره اللي طلعت اللي لقيت له انا عايزه اسمع حضرتك صوتي أيوة. شفتي غنيت له ايه وشوفي قد ايه كان هو مستجيب ليها وبيسمع طبعا. ما طلعتش قالت له انا عايزه اغني مهرجان مع انها بنت بيقول لك احنا جيل الشباب وجيل الشباب ما هي بنت شابه اهي طلعت قالت اغنيه لام كلثوم لا يصح الا صحيح ولا يحق الا الحق تمام. فهذا احقاق الحق انا من هنا بحيي رئيسي عبد الفتاح السيسي وكلنا احنا بنحييه لقد ايه خوفه وحرصه على شعبه وقد ايه حبه لشعبه وقد ايه بيشجع حضرتك الفن الراقي والاصيل والاصيل طبعا رقي. تعال هل ممكن رئيسنا يسمع مهرجان مش ممكن هل ممكن رئيسنا يسمع حاجه بيسمع الشباب بس عمره ما سمع فيهم مهرجان اكيد اكيد هذه طائفه انا عايز اقول لحضرتك يمكن حضرتك كنت عامله النهارده تجمع لبعض ولكن نصهم ما جاش وانا احكي في عجاله بسيطه ان اتصلت باخويا عادل الخيال اللي هو بينتج ليهم فقلت له والله انا يا ريت تسمعني يا ريت تسمعني دي عشان اعرف اروح اقول ايه للناس دي أيوه. اسمعهم فبيقول لي يا دكتور اصلا دول مش هيجوا قلت له ليه قال لي معظمهم عندهم قضايا ربنا الحمد لله فقلت له طيب يعني قال لي معظمهم يعني يعني عليهم حاجات يعني او كده فما ينفعش قال لي في خمور وحشيش ومش عارف ايه وحاجات طولت واحنا احنا قلنا هو كلمه او لفظ جه في اغنيه وخلاص واحنا لا بس هم بيكملوا لكن اتضح ان الحمد لله الحمد لله طيب نرجع للطرب الاصيل ونقول حضرتك اخترت الفنان محمد فؤاد في البدايات بقى نرجع في بداياتي عشان كان إيه؟ زميل إيه واخ زاري. وصديق وحبيبي محمد فؤاد وبتشرف ان انا صاحب اول اغنيه عملها له بعد ما راح غنى في السكه في السكه أيوة. وغنى يلا بينا يلا يلا وغنى الحاجات دي فلجنه الاذاعه الموحده سقطوا فقالوا لي طب صاحبك مش ممكن تعمل له حاجه يعني ينجح بيها ففعلا خدت بعضي وقلت له تعالى وقعدنا أيوة. كذا يوم مع بعض وقاعدين ليل ونهار بقول له يلا يا محمد فقال لي هنغني قلت له لا تقول سفينه في بحار الشوق ركبناها ما نعرفش لعب بيها الهوى والموج وخلوها ما توصلش سفينة في بحار الشوق ركبناها ما نعرفش لعب بيها الهوى والموج وخلوها ما توصلش يا ريت ما كنا شفناها سفينة الشوق ولا رضينا وركبناها سفينة الشوق وضاعت كل آمالينا سفينة في
بحار الشوق ركبناها ما نعرفش لعب بيها الهوى والموج وخلوها ما توصلش يا ريت ما كنا شفناها سفينة الشوق ولا قضينا وركبناها سفينة الشوق وضاعت كل آمالينا الله الله يا دكتور احمد ده حضرتك كده عايز حلقات وحلقات بصراحه يعني حاجه جميله جدا لا ده دي الاغنيه دي بصددها محمد نجح بعد ما سقط 6 مرات في الاذاعه يا ريت محمد اكيد سامعني دلوقتي او محمد سجل الحلقه يبعتها له محمد فؤاد بعد ما سقطوه 6 مرات ورحت معاه الاذاعه كان الساعه 9 الصبح تمام فمحمد يعني كان بيغني بالليل في مكان ما وفرح و ف قلت له احنا هنتعشى حمام صوتنا هيبقى كويس قوي وبعد العشوه بقى جالنا الحمام صبح صبح محمد مش قادر يتكلم كويس اللي قال قبلها فروحنا الاذاعه اقترحوا اللجنه الموحده اقترح الاستاذ اللي كان ماسك ساعتها استاذ فتحي عبد الستار المخرج ان يقفلوا على محمد المايك وانا اللي اقول ولكن ده كان طبعا بمثابه يعني نجاح كبير جدا ان محمد يعمل لبس ما احنا اصحاب عظيم بقى طبعا وبعدين عدت عليهم كلهم ما عدا الاستاذ احمد صدقي الملحن وكان الاستاذ موجي موجود الله يرحمه استاذ عمار الشريعي استاذ حلمي بكر ربنا يديله الصحه كان حاضر كلهم كانوا حاضرين الحقيقه والحمد لله محمد عاد الاغنيه مرتين ونجح الحمد لله يوميا الحمد لله طيب ليه بقى اخترت منى مرشا وهل هي النهارده اعلى اجر منى امرشا الله السؤال ده جامد قوي يا رب تكون سمعاني يا منى تكون في المغرب او في الامارات دلوقتي اكيد هتسمعك وحضرتك برضه هتديها الحلقه منى امرشا يمكن هي اول مره هتسمع الكلام ده بس او عرفته يعني ان الناس اللي جابوني في تبع الام بي سي وتبع اخويا الحبيب الغالي المطرب السعودي راشد الماجد ان انا ادرس للمجموعه دي كان منهم الوليد الجيلاني و اصيل هميم ومنى امرشا وكلهم المجموعه الكبيره يعني ومحمد الزلعي وليد الجيلاني ده اللي كان بيغني في العرب ايدلز اللي هو من اليمن فجيت قالوا لي يعني انت شايف ان المطربه دي اللي هي منى امرشا قلت لهم لا دي هتنجح ازاي دي مفيش صوت خالص قلت لهم التدريب هيجيب صوت وانا ممكن اخدها على حسابي يعني ودربتها بعد كده منى الحمد لله النهارده بتاخد 1,250,000 درهم في الحفله يعني حوالي 5-6 مليون جنيه انا يعني في ناس عاشتهم يعني ما عملوش او لو شافوا الرقم ده طبعا ما شاء الله الله اكبر اغلى مطربه في الخليج كله منى امرشا الدكتوره طبعا اخذ 750 دولار بس والله الدكتور اللي درس لها بياخد 750 دولار وهي بتاخد ملايين ولكن يظل الدكتور دكتور او الفنان فنان والفنانه فنانه والطالبه طالبه يعني ربنا يديك الصحه طب سمعنا ان حضرتك اول مسلم عملت حوار الموسيقى مع الاديان كيف ذلك برضو سؤال مهم قوي سؤال مهم جدا انا بحب سوره مريم عندنا في القران في سوره اسمها مريم طبعا وبدايتها بتقول كا ها يا عين صاد 5 حروف ادور في كل الاماكن عايز افهم الحروف دي ايه مش عارف افهم الحروف دي ايه ولكن لقيت يعني انا بروح اعمل حفلات عند الشيخ الشعراوي ولاد الشيخ الشعراوي وكده فسالت مولانا الشيخ محمد عارف سالت المشايخ قال لك حروف لا يعلمها الا الله قلت ياه ولقيت شوية إن الله طهرك واصطفاك على نساء العالمين في سطر واحد طهرك واصطفاك على نساء العالمين فحبيتها قوي حبيت السيدة العذراء مريم ومن عشقي ليها كمان ست الوالدة أمي كانت بتحب السيدة العذراء وجايبها مجسم في البيت من كتر حبها في السيدة العذراء مريم سيدة نساء العالمين اللي هي ليها صورة باسمها والأبوها والعيلتها آل عمران فالحقيقة أنا حبيت أكرم اللي كرمها ربنا وقلت لها كمان انا يا ست العذراء هعمل حاجه بتقول انت عظيم يا اله القدره انت اخترت يا رب العذراء انت عظيم
يا إلهي القدرة، أنت اختار يا رب العذراء. واحدة بتوب بتصوم وتصلي، وبعت لها ملاك بشرها قال لها روح الله هيقدس والمولود منك ده عظيم. قال لها روح الله هيقدس والمولود منك ده عظيم. قالت له يا ملك قل لي ازاي وانا لسه بتقول انت عظيم يا اله القدره، انت اخترت يا رب العذراء. وانت عظيم يا اله القدره، وانت اخترت يا رب العذراء. واحده بتوب بتصوم وتصلي، وبعت لها ملك بشرها قال لها روح الله هيقدس والمولود منك عظيم. قال لها روح الله هيقدس والمولود منك عظيم. قالت له يا ملك قل لي ازاي وانا لسه بتوب انت عظيم يا اله القدرة، انت اخترت يا رب العذراء. انت عظيم يا اله القدرة، انت اخترت يا رب العذراء. الله، دي حاجة عظيمة قوي يا دكتور أحمد بصراحة. طيب وتكملة للاختيارات بقى، اخترت ليه عبد الفتاح الجريني ووليد الجيلاني؟ لأن حتى وليد الجيلاني لما كان عنده وليد الجيلاني تعب في الجيوب الأنفية، حتى لما غنى في العرب آيدز وخد مكانة كبيرة قلت لهم والله ممكن ياخد، هو يعني بيبيع عطور، بيشتغل بتاع عطور، وسبب الجيوب الانفيه تعبت من كتر ما بيشم عطور وبيصنع عطور. تمام، الحمد لله ان شاء الله. اتمنى دلوقتي يكون اخذ 750 الف جنيه ويعمل حاجه ثانيه. بس فاخترتهم من الاصوات الجميله، واكيد طبعا اشوف فيك يوم اللي عملت فيها عجريني عامل حاجه حلوه. ووليد دلوقتي ما شاء الله ربنا يكرمهم، يعني انا بحيي كل اللي انا درست لهم من استاذ محمد فؤاد. اختيارات حضرتك، او انا درست الاستاذ خالد الصاوي اللي هو يعني ده نجمي المفضل. جميل. خالد الصاوي كان بيدرس حقوق، كان بيدرس حقوق قبل ما يدرس تمثيل. تمام. وبعدين في اولى حقوقه كنت بدرس له غنى وعود. تمام، بسم الله ما شاء الله. هو الاستاذه دينا اخته بيلعبوا عود ما شاء الله. فشوفي قد ايه عظمه هذا الفنان دلوقتي، هو بيلعب عود وبيغني، بيعمل مثلا دافينشي ولا بيعمل الادوار المركبه اللي تصعب على اي ممثل يقولها. طبعا يعني ده انا بتشرف بيه استاذ خالد الصاوي طبعا. واحنا بنتشرف بحضرتك وشرفتنا جدا النهارده جدا، وبنشكر حضرتك على هذا اللقاء الجميل الممتع فعلا. ان شاء الله ولنا لقاءات اخرى اكيد طبعا في حلقات ثانيه. نستعين بحضرتك اكيد طبعا، وتحياتي لحضرتك يا دكتور احمد، وشرفتنا ونورتنا. وتحياتي اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقه اخرى من بيت المصريين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.